A charge minus Q is placed inside the cavity of charged conductor with net charge minus Q. يبقى في عندنا minus Q جوه. وفي في الأصل هنا في minus Q. ده في الأصل. وحطيت minus Q هنا. فقبل ما أقرأ السؤال هيروح عامل إيه؟ ساحب هنا بلس Q. طالما سحب بلس كيو هنا يبقى بره نحط ماينس كيو، بحيث الاتنين دول مع بعض كانهم صفر، والاجمالي على دي بلس كيو على الشيل بلس مع ماينس مع ماينس بقى ماينس كيو اللي هي في الاصل موجوده. يبقى الماينس كيو اتراكتد ليها البلس كيو، طلع ماينس كيو عشان يعادل، يفضل على الانر سيرفيس بلس كيو، على الاوتر سيرفيس minus 2q. خلينا نشوف سؤاله ايه بقى. بيقول the total charge on the inner surface of the conductor. طالما هنا في minus q على طول هنا يبقى في plus q، يبقى plus q. وبره minus 2q لو كان سألني على outer surface.